ازيكم؟ انا احمد مدحت. النهاردة هواوي جابتني علشان اجرب الموبايل الجديد البي 20 برو. مبسوط جدا ومتحمس جدا وعايز اجرب الموبايل ده باي طريقة لانه غالبا اقوى كاميرا موبايل في التاريخ. يلا بينا نبدأ. طيب جربت الموبايل ورجعت لكم بانطباعات كويسة جدا عن الموبايل ده، واول حاجة راجع بانطباع عنها هي التصميم. تصميم الموبايل فيه اهتمام واضح من هواوي في كل حاجة، سواء المسكة، الشكل، الالوان، فيه اهتمام واضح جدا من هواوي بكل تفصيلة في الموبايل ده. وكنت اتمنى اجرب اللون التوايلايت اللي هو بيبدأ من فوق بموف وبينزل تحت لحد اخضر، بس للأسف ما كانش متوفر. بس ده ما يمنعش ان الميد نايت بلو ده اللون اللي انا جربته عظيم جدا، وبرضه كان بيدي تدرجات غريبة في الاضاءة. واول ما هتمسك الموبايل من قدام هيلفت نظرك حاجتين. الحاجة الاولى هي البصمة. البصمة موجودة تحت الشاشة، وفي الحقيقة سرعتها رهيبة، أسرع تقريبا من أي بصمة تانية جربتها قبل كده. والحاجة التانية اللي أكيد هتلفت نظرك لو بصيت للموبايل من قدام هو النوتش. النوتش خلاص بقى موضة 2018 سواء احنا حابينها او لا، فتقريبا كل الشركات هتفرضها علينا، لكن هنا هواوي ادتنا اوبشن كويس جدا انك ممكن تلغي النوتش ده او تسيبه. لو لغيت النوتش ده هو اختيار بسيط، هو كل اللي هيحصل ان هواوي هتخلي لك الجزء اللي فوق باللون الاسمر، فهيبان ان الجزء اللي فوق كله كأنه جزء من الموبايل، وده اوبشن كويس جدا لو مش حابب النوتش. الموبايل بيجي بتشيبسيت كيرين 970 مع 6 جيجا بايت رام و128 جيجا بايت ذاكرة داخلية، ودي مواصفات ممتازة جدا نظريا. شاشة الموبايل 6.1 انش بريزوليوشن فول اتش دي بلس، واسبكت ريشيو 18.7 ل 9. الشاشه من نوع اوليد، وفي الفتره اللي جربت فيها الشاشه فالالوان كانت ممتازه، الصوت ممتاز، كل حاجه ممتازه، ما عنديش حتى ولو تعليق صغير على اي حاجه في الشاشه دي. الموبايل بيجي باندرويد اوريو 8.1 مع واجهه المستخدم اي ام يو اي 8.1، وهنا الفيس انلوك موجود. وفي الحقيقه انا متفاجئ من سرعه الفيس انلوك الرهيبه، اسرع من اي فيس انلوك جربته. هو فعلا بيفتح بمجرد ما انت بتضغط بس على زرار باور للجهاز، مفيش اي وقت بين ما انت بتضغط والجهاز بيفتح، لدرجة ان ساعات او غالبا هتنسى ان انت عامل الفيس انلوك. فسرعته فعلا رهيبة بعد ما جربت الموبايل، لكن هل هو فعلا امن للدرجة اللي تخلينا ممكن نعتمد عليه؟ ده محتاج تجربة مكثفة شوية، فبعد مراجعتي الكاملة للموبايل ممكن اجاوبكم على سؤال زي ده. وهنا الموبايل كمان مقاوم للمية بمعيار IP67. من الحاجات اللي عجبتني بقى فعلا في الموبايل ده هو اهتمام هواوي بالبطارية. معظم الشركات لما بتيجي تنزل الفلاج شيب بتاعها ما بتهتمش بالبطاريه، لكن هنا هواوي كالعاده اهتمت بالبطاريه وادتنا بطاريه 4000 ملي امبير، وده رقم ضخم جدا نشوفه في موبايل هاي اند. كمان الشحن السريع موجود هنا، تقدر تشحن الموبايل من 0 لحد 58% في 30 دقيقه، وده معدل كويس جدا بالنسبه للبطاريه 4000 ملي امبير. كمان السماعات الموجوده هنا ستيريو مع دعم لتقنيه الدولبي فيجن، ودي حاجه كويسه جدا. صوت السماعات وجودتها كانت ممتازه، في انتظار ان انا اقدر اقارنها مع حاجة تانية او موبايل تاني فلاج شيب عشان اقدر احكم مدى الجودة بتاعة السماعات دي. وزي ما حصل مع الميد 10 برو هنا برضو مفيش هيدفون جاك، واكتفوا بس بالتايب سي. نيجي بقى للطفرة واللي اكيد كلكم مستنيين نتكلم عنها، وهي اكيد الكاميرا. انا واحد من الناس اللي كنت شايف ان الشركات الصينية لحد دلوقتي ما قدرتش توصل للزتونة بتاعة الكاميرات، بس في الحقيقة بعد ما جربت الموبايل ده رأيي اختلف تماما. هنا شركة هواوي وصلت للزتونة وعدتها كمان، وده اللي هنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي. وطبعا زي ما كلكم عارفين عندنا 3 كاميرات من وراء. الكاميرا الاولى وهي 40 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 1.8 مع حجم حساس كبير جدا، هو 1 على 1.7، والكاميرا دي مهمتها الرئيسية انها بتاخد الصور الالوان. اما الكاميرا التانية وهي الكاميرا اللي تحتها اللي هي الكاميرا المنفصلة دي، فبتيجي بدقة 20 ميجا بكسل وفتحة عدسة 1.6، ودي كاميرا مونوكروم او بتاخد صور ابيض واسود. يبقى كده عندنا اول كاميرتين، الكاميرا الاولى 40 ميجا بكسل ودي الرئيسية في التصوير، والكاميرا التانية 20 ميجا بكسل ودي بتدينا صور ابيض واسود، ومهمتها انها تخلي الصور شاربنس او حد اكتر بكتير، وتعلي الكواليتي اللي طالع من الكاميرا ال 40 ميجا بكسل. والكاميرا التالتة اللي موجودة عندنا وهي اول كاميرا موجودة فوق بتيجي بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.4، والكاميرا دي فايدتها انها تليفوتو عشان تعمل زوم اوبتيكال بدون ما تفقد اي تفاصيل. هنا الكاميرا بتقدر تعمل اوبتيكال زوم لحد 3x على عكس معظم الكاميرات اللي موجودة في الفلاج شيب اللي بتقدر تعمل 2x بس زي ايفون 10 او سامسونج اس 9 بلس. كمان ممكن تعمل زوم لحد 5x، وده هواوي مسمياه هايبر زوم، وهو ببساطة ان هواوي بتعتمد على الثلاث كاميرات عشان تديك زوم لحد 5x بدون ما تفقد تفاصيل او تفقد
تفاصيل قليلة جدا. وفي الحقيقة لما جربت الـ 5X Zoom فعلا التفاصيل اللي كانت بتضيع مني في الـ 5X Zoom كانت قليلة جدا زي ما انتوا شايفين في الصورة دلوقتي. مع كل ده في تقنيات تانية موجودة في الكاميرا زي الليزر اوتو فوكس، مدى بيوصل ل 2.4 متر وده لأول مرة نشوفه في سمارت فون. وفي كمان كولر تمبريتشر سنسور، وده عبارة عن سنسور موجود جوه الجهاز كل مهمته انه يظبط الوايت بالانس، وده بالنسبة لأي حد محترف في التصوير حاجة مهمة جدا في الصور. كمان الايسو هنا بيوصل مدى ل 103,000، والايسو هو حساسيه المستشعر للضوء، وبالمناسبه ده رقم ضخم جدا جدا جدا. وعشان تعرف قد ايه الرقم ده ضخم تعالوا نقارنه بالاس 9 بلس وبالايفون 10 اللي مداهم بيوصل ل 6400 بس. بس كان في مشكله بتواجه اي حد بيحاول يصور بايسو عالي او بشطر عالي في الموبايلات، وهو ان الموبايل لازم يكون ثابت 100%، يعني تكون حط على ترايبود وانت بتصور. بس هنا هواوي حلت المشكله دي. هواوي هنا عملت مثبت جديد اسمه AIS، هو مثبت معتمد على الذكاء الاصطناعي، وهي بتقول انك دلوقتي تقدر تستخدم الموبايل بتاعك في تصوير صورة بشطر عالي، يعني ممكن تصور صورة ثانيتين ثلاثة ست ثواني بدون ما الصورة تطلع دلوقتي مهزوزة، بمعنى ان المستشعر هيفضل يجمع اكبر كمية ضوء موجودة من خلال الايسو العالي والشطر العالي، وفي نفس الوقت في الاخر هتاخد صورة ثابتة، ودي حاجة عظيمة جدا جدا جدا. وانا عن نفسي جربتها بنفسي، بس كنت محتاج اجربها بالليل في ضوء ميت خالص عشان اقدر احكم عليها بشكل اكبر، فاكيد هقدر اعمل ده قدام في المستقبل لما اجرب الموبايل بشكل اكبر بكتير. طيب خلونا نرجع تاني للتثبيت اللي هواوي اتكلمت عليه اللي هو الـ AIS. الـ AIS كمان مستخدم في الصور وفي الفيديو العادي، وفي الحقيقة انا لما جربت الفيديو ودي عينة من الفيديو اللي انا صورتها فعلا في تثبيت عالي جدا 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 في الموبايل. مدى بقى الثبات بتاع الكاميرا ده مقارنة مع الكاميرات التانيين ده ممكن نجربه في المستقبل عشان نحكم عليه بطريقة افضل. كمان في حاجة اسمها تركيز تنبؤي، وهنا الكاميرا عن طريق الذكاء الاصطناعي المفروض ان هي هتعرف او هتتوقع حركتك الجاية، وبناء عليه لما هتيجي تصور الصورة الصورة هتطلع ثابتة حتى لو العنصر اللي قدامك بيتحرك، وده ممكن نلاحظه في الصور دي. انا وعبد الله رخا كنا بنتحرك في الصور دي، بنقوم وبنقعد وبنعمل كذا حاجة، ومع ذلك احنا طالعين في الصور ثابتين جدا كأننا واقفين في مكاننا، فدي خاصية اعتقد ان هي مميزة جدا في الموبايل ده. ده غير ان الموبايل ده فيه زيرو شاتر لاج، او بمعنى اصح مفيش اي جزء من الثانية بتضيع بين ما انت بتضغط على زرار التصوير وبين ما الموبايل بياخد الصورة. بمجرد ما بتضغط على زرار التصوير ففي نفس اللحظة الموبايل بياخد الصورة، مفيش اي لاج في النص. وزي ما كان موجود في الميد 10 برو هنا الكاميرا لسه بتتعرف على المشاهد اللي قدامها، يعني لو بتصور سما هتعرف ان دي سما، لو بتصور اكل هتعرف ان ده اكل، وقيس على كده كذا مشهد، وبناء على التعرف ده هتبدا تظبط اعدادات الكاميرا عشان تطلع لك باحسن اعدادات ممكنه للوضع اللي انت بتصور بيه. بس في الميد 10 برو كانت بتقدر تتعرف على 13 عنصر، لكن هنا العدد زاد لحد 19 عنصر. كمان الموبايل بيصور سوبر سلو موشن ب 960 اطار في الثانيه على دقه اتش دي، ودي حاجه شفناها قبل كده في موبايل من سامسونج وموبايل من سوني. والفيديو ده ببساطه هياخد 2/10 جزء من الثانيه وهيفرضهم على 6 ثواني كاملين. طبعا الكاميرا واخده 109 نقطه في تقييم دي اكس او مارك، وده موقع او تقدر تقول عليه مؤسسة متخصصة في مراجعة الكاميرات سواء DSLR او حتى كاميرات السمارت فونز، وده رقم ضخم جدا، وخاصة لو عرفت ان اقرب موبايل له هو اخوه الصغير البي 20 واخد 102 نقطة، وتالت موبايل هو الاس 9 بلس واخد 99 نقطة. فانت بتتكلم هنا عن تقييم موبايل معدي بكتير المنافسين بتوعه، وده ممكن يدينا مؤشر عن قد ايه الكاميرا دي قوية. خلونا بقى نروح لاخر حاجة وهي الكاميرا الامامية. كاميرا الموبايل الامامية بتيجي ب 24 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.0، وفي الحقيقة اداء الكاميرا كان بالنسبة لي مبهر جدا، وخاصة في توزيع الاضاءة على الوش. لكن هل هي افضل كاميرا في الكاميرات الامامية ولا لا؟ ده برضه محتاج تجربة مطولة ومقارنات مع اجهزة تانية. كمان الكاميرا هنا فيها وضع 3D بورتريت لايت زي اللي موجود في الايفون 10، ودي حاجة حلوة فعلا كنت محتاج اشوفها في موبايل اندرويد، وفي الحقيقة كنت متوقع ان سامسونج هتنزلها الاول، لكن هواوي سبقت سامسونج في النقطة دي، ودي شوية صور من اللي خدتها بالوضع ده. في الاخر ما تنسوش لو عندك اي كومنت سيبهولي تحت وهحاول ارد على اكبر عدد ممكن من الكومنتات، وافتكر انه لو حابب المحتوى اللي انا بقدمه وعايز تدعمني فالطريقة الوحيدة هو انك تعمل سبسكرايب للقناة دي وتعمل شير لو حبيت. انا احمد مدحت واستنوني الفيديو الجاي. لا لا ثواني ثواني لسه مخلصتش، معانا ضيف جديد لازم ترحبوا بيه. أليكسا سي هالو. سلام. جرب البي 20 برو 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 برو. اوكي كات نعيد تاني بقى يلا.